الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أبارك لكم قبل أن أبدأ بالحديث حلول هذا الشهر الفضيل، شهر الله الأكبر، شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لصيامه وقيامه، ونشكره تبارك وتعالى أن وفقنا لكي ندرك هذه الأيام وأيام صب الرحمة والمغفرة والبركة للعباد جميعا. والمهم أن نوفق لاستغلال هذه الفرصة الثمينة التي أعادها الله تبارك وتعالى علينا في هذه السنة ولم يحرمنا من بركاته. فالمهم أن نتعرض لهذه الرحمة، ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، حسب ما ورد في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأهم شيء أن لا نفوت على أنفسنا هذه الفرصة الثمينة، ونتعرض لهذه النفحة الإلهية التي هبت في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلاً لهذا الشهر، وأهلاً لكي ندرك ليلة القدر التي هي قمة هذا الشهر ومنشأ فضيلة هذا الشهر أيضاً. الحديث الذي كلفت أن الموضوع الذي كلفت أن أتحدث عنه في هذا الموسم في هذا الشهر هو الحديث عن نمط الحياة ومنهج الحياة من منظار القرآن الكريم، أسلوب الحياة، ما شئت فعبر، أسلوب الحياة أو نمط الحياة أو منهج الحياة، كيف يجب أن يكون من خلال دراسة القرآن الكريم والآيات المباركات التي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة القدر في مثل هذا الشهر المبارك. نمط الحياة وأسلوب الحياة كبحث علمي، طبعاً بدأ البحث فيه بين العلماء، علماء النفس في بداية الأمر في بدايات هذا القرن الماضي، في بدايات القرن العشرين، وأول من طرح هذا الموضوع في أبحاثه العلمية طرحها عالم نفسي في بدايات القرن الماضي،
أظن اسمه أدولف أدلر، كان يعيش في بدايات القرن الماضي، وبعد ذلك تابع هذا البحث عن هذا العنوان، تلاميذه وأصحابه والذين يمشون على وفق مدرسته، ثم شيئا فشيئا في أواخر القرن الماضي طرح على مستوى علم الاجتماع. بداياته كان في علم النفس، ثم تسرب هذا البحث إلى البحوث الاجتماعية، علم الاجتماع طرح هناك. على أي حال، أصل المسألة وأنه كيف ينبغي للإنسان أن يعيش ويسلك في هذه الحياة، كيف يجب أن وينبغي أن يمنهج حياته، هذه المسألة طبعا هي مسألة قديمة، كانت محل نظر كل البشر يمكن أن تقول، لأن كل إنسان كان يرى لنفسه مسلكا خاصا معينا ويرجح سلوكا معينا على سائر المسالك الأخرى منذ خلق الله البشرية، فيمتد أصل هذه الفكرة بامتداد البشرية، ليس أمرا مستحدثا. لكن هذا الذي قلت أنه بدأ البحث عنه في أوائل القرن الماضي كبحث علمي، وإلا أصل المسألة كانت مطروحة من قديم الزمان. زين، كيف نمنهج حياتنا، كيف نسلك، وكيف ينبغي أن يكون سلوكنا في هذه الحياة؟ هذا السؤال مسبوق بسؤال آخر ومرتبط بمسألة أخرى، ذلك السؤال هو أنه ما هي الحياة، ما هو تعريفنا عن الحياة حتى نمنهج سلوكنا على أساس ذلك التعريف. يعني أولا يجب أن نعرف الحياة ما هي، حتى على أساس معرفتنا لحقيقة الحياة وماهية الحياة، فلسفة الحياة، أنواع الحياة وأمثال القيم التي ينبغي أن نحكمها في هذه الحياة، هذه الأمور يجب أن ندرسها أولاً، ثم على أساس هذه المعرفة النظرية نمنهج ونضع منهجاً للحياة في سلوكنا. فالمعرفة هي التي تؤثر في كيفية السلوك. إذا نريد نحدد سلوكاً معيناً في هذه الحياة لأنفسنا، من منظار القرآن أو من منظار أي فلسفة أخرى، أي منهج آخر، إذا نريد أن نعين منهجاً خاصاً لسلوكنا في هذه الحياة، في المرحلة السابقة يجب أن نعرف حقيقة الحياة ما هي، لكي نتعرف على هذا العنصر، عنصر حقيقة الحياة وفلسفة الحياة. طبعا هناك أبحاث فلسفية مهمة عميقة لا نريد أن ندخلها، وليس هناك مجال للدخول فيها. يهمنا تعريف الحياة من منظار القرآن. أول مرة نشوف القرآن كيف يفسر الحياة، كيف يعرف لنا الحياة، حتى على أساس ذلك نرى أنه كيف نسلك في هذه الحياة، وكيف نبرمج ونمنهج هذا السلوك، سلوكنا في هذه الحياة. أهم شيء نراه في القرآن، أولا اهتمام القرآن بالحياة والموت، اهتمام كبير. أنا استقصيت
الآيات التي ترتبط التي استعمل فيها كلمة الحياة بمشتقاتها تقريبا 184 آية، 184 مرة تكررت هذه الكلمة في القرآن الكريم، كلمة الحياة بكل انشعاباتها ومشتقاتها، وأكثر من 140 مرة كلمة الموت، لأنه هناك أكو تقارن وتضاد بين هاتين المفردتين، مفردة الحياة والموت. أساساً خلق الله الموت والحياة كما في بداية سورة تبارك، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظوا هاتين الكلمتين، أساس فلسفة الخلق، خلقكم، خلق الحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا هو الأساس. زين، وتكررت هاتين الكلمتين، تكررتها في كثير من الآيات الكريمة كما قلت، خصوصا كلمة الحياة أكثر من 180 مرة بمشتقاتها المختلفة تكررت في القرآن الكريم وفي آيات القرآن. أهم نقطة يؤكد عليها القرآن بالنسبة للحياة هو تقسيم الحياة إلى حياة الدنيا وحياة الآخرة. نقول لا تتصور أن الحياة هو فقط هذه الفترة التي تبدأ من لحظة الولادة إلى لحظة الموت، لا، الحياة الحقيقية ما وراء الموت. هذه مرحلة ثانية يجب أن لا تغفل عنها أيها الإنسان. فالحياة خلافاً لما يراه الملحدون والماديون، لا ليست محدودة بزمن معين، بعشرين سنة، ثلاثين سنة، خمسين سنة، مئة سنة أو أكثر من ذلك، لا، الحياة حياة، أنت خلقت للخلود أيها الإنسان، ما وراء هذه الفترة الزمنية المحدودة التي تعيش فيها في هذه الدنيا هناك من ورائه خلود، تدخل من هذه الدنيا، من هذه الدنيا، الحياة الدنيا إلى مرحلة البرزخ، ومن بعد البرزخ مرحلة القيامة، وأي ما إلى جنة أي ما إلى نار، تلك مرحلة الخلود، خلقتم للبقاء لا للفناء. الإنسان لا يفنى بعد الموت، بالعكس، هذه أهم نقطة يؤكد عليها القرآن الكريم. بالعكس، إذا نظرت إلى هذه الحياة الدنيا المؤقتة، هذه مرحلة زمنية قصيرة المدى مهما طالت، شكيت تعمر عمر نوح 1000 سنة، حتى إذا 1000 سنة تاليها تنتهي، لكن استخدم ماكو عمر نوح، ماكو 30، 40، 50، 80، روح للمية، 100 وشوية، بعد ماكو، بعد ما وراء ذلك بعد ماكو، تموت، تنتهي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. السحرة خاطبوا فرعون، أنت تدعي الألوهية وكذا، إنما تنتهي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فأول ما يؤكد عليه القرآن بالنسبة إلى حقيقة الحياة أن الحياة لا تتصورون أنها هي هذه الفترة القصيرة ما بين الولادة وبين ما تسمونه بالموت، لا الحياة ممتدة إلى أكثر من ذلك بكثير. زين، شنو خصائص هذه الحياة الدنيا؟
أهم خصيصة، هاي خصيصة واضحة بعد عايشيها إحنا، أن هذه الحياة مؤقتة لمدة زمنية قصيرة قصيرة جدا تنتهي. شوفوا الآيات الكريمة التي تؤكد على هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنسان يتصور أن هذه الحدائق، البساتين، الأزهار، الكذا، الزينة، البهرجة الموجودة في هذه الحياة هاي دائمية موجودة. لا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كل هذه المظاهر تنتهي بزلزال، بسيل، بحرب، أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، تصير حرب تروح كل هذه الأمور تروح. هذا بالنسبة للمجتمعات والحضارات، وكذلك بالنسبة للأشخاص. في آية أخرى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، نفس المثل، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قصر الدنيا، هاي نقطة مهمة يؤكد عليها القرآن الكريم من خلال هذه الآيات الكريمة. زين، لكن رغم كل ذلك، رغم أن الإنسان يعيش هذه الحالة، يرى أنه لا يوجد هناك استمرارية في هذه الحياة الدنيا، مالها، جمالها، حياتها، عيشتها، كل هذا تروح، حتى مصائبها تنتهي مؤقتة. رغم كل ذلك يغتر هذا الإنسان بهذه الحياة، بزينة هذه الحياة الدنيا يغتر. لذلك القرآن يسميها دار الغرور، يسمي الحياة الدنيا بدار الغرور التي تغر الإنسان، تخدع الإنسان، ينخدع بزينتها وبهرجتها وبظاهرها. لذلك يلخص القرآن الكريم كل مظاهر هذه الحياة الدنيا بأن الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب، نعم، لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لكن بعض الناس ينخدع ويغتر بهذه الفرصة القصيرة التي أعطيت له في هذه الحياة الدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يبيع الآخرة بهذه الدنيا، بهذه الدنيا القصيرة وبمظاهرها وجمالها وزينتها، ينخدع. زين، هناك خصائص خمسة لهذه الحياة الدنيا يذكرها القرآن ويؤكد عليها. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، أي خصائص خمسة، تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي الخصائص الخمسة الموجودة الثابتة التي يذكرها القرآن الكريم لهذه الحياة الدنيا. يكرر في عدة آيات يكرر هذه الخصائص الخمسة. مثلا في آية أخرى في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية حياة الآخرة. في سورة محمد صلى الله عليه وآله: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. إنما حصر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات. شنو هاي الشهوات؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذا ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذه مظاهر الحياة الدنيا. في سورة الكهف يؤكد على عنصر آخر من هذه العناصر الخمسة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن العناصر المتكررة في هذه الآيات هي تلك العناصر الخمسة، هي خصائص هذه الحياة الدنيا القصيرة، لكنها قصيرة مهما كانت، فترة قصيرة تنتهي تقضي وينتقل الإنسان إلى الحياة الأخرى. هذه هي أهم الصفات التي تتصف بها هذه الحياة الدنيا في منظار القرآن الكريم. إذن قبل أن نبدأ بموضوع بحثنا، وهو السلوك القرآني في هذه الحياة، منهج الإنسان، نمط الحياة الإنسانية القرآنية في هذه الدنيا، يجب أن نلتفت إلى أصل الحياة، وأن القرآن الكريم يقسم الحياة إلى حياة دنيا وحياة الآخرة، الحياة العليا. وهذه هي خصائص هذه الحياة الدنيا، ومن أهم خصائصها كونها لفترة قصيرة. على أساس هذا المنظار يمنهج الإنسان، يمنهج القرآن طريقة السلوك والحياة في هذه الحياة الدنيا. وإذا غيرنا هذه النظرة قد يكون لنا سلوك آخر. فمعرفة حقيقة الحياة بهذا الشكل يؤثر في سلوكنا. وإذا غيرنا هذه النظرة يتغير سلوكنا في هذه الحياة. إن شاء الله في الجلسات القادمة نذكر تفاصيل عن كيفية الحياة ومنهجة الحياة والسلوك القرآني في هذه الحياة بعون الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين، ثم اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الله في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. وروي عن امير المؤمنين عليه السلام بانه قال: ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المال وسكر القدرة وسكر العلم وسكر المدح وسكر الشباب. For the hastening in the return of the Imam of our time, please recite a salawat. Dear brothers and sisters who are present in this gathering and those who are watching us from the social media of the Islamic Center of England, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Congratulations on the arrival of the month of servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, the month of blessings, the month of the values, the month of Quran, and the month of forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to enable us to fast these days, the days of this holy month, and to be a good servant for him in this holy month, and to fulfill all of our duties. I also want to thank him for giving us tawfiq to be present, to benefit from another month of Ramadan in this short life and in this world full of calamities and full of disasters, full of pandemic, this, that. Allah subhanahu wa ta'ala enabled us to benefit from another month of Ramadan. We thank him and we ask him to enable us to be thankful to him. Recite another salawat, please. The topic of the lectures in this holy month, at least for the first week that I will be at your service, inshallah, is the Quranic lifestyle. We want to see how Allah subhanahu wa ta'ala in Quran has drawn the picture of the righteous life. How should we live according to Quran? And among the different aspects of the life that we know, I have chosen the aspect of hearts, how we should live our hearts. Yes, we live with our hearts. Everyone does. Taqwa has been known to be the purpose of fasting. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah verse 183, he says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. The fasting has been written for you the way it was written also for the nations before you. Even the Christians, they used to have fasting. Fasting was obligatory on the Christians before you. Before them, Jews, they had to fast. For you, fasting, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. For you, the purpose of fasting is that Allah subhanahu wa ta'ala wants you to be pious. Allah wants you to
Strengthen the self-consciousness within yourselves. Self-consciousness, piety, God-wariness. There are different terminologies for the word taqwa. Taqwa is the main reason why Allah subhanahu wa ta'ala wants us to fast. For the worshipping acts, Allah subhanahu wa ta'ala has allocated this special purpose to be the main and the main reason and the core of the worshipping acts. It's not only fasting, it's also prayer, salat, it's also hajj. If you have a survey and research about the purpose of different worshipping acts in Quran, you find taqwa to be the main reason. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to practice taqwa by prayer, by salat, by fasting, by going to hajj, bearing hardships for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, in Surah Baqarah, he says, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. And get assistance from the patience and from the salat, from the prayer. And these two are definitely, these two or salat. إِنَّهَا, the ha, the pronoun ha in إِنَّهَا, refers, can return to only salat or both of sabr and salah. Both of them, they are so great, unbearable. Nobody can tolerate prayer. Nobody can tolerate fasting except those who have khushu', humbleness in their hearts for Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, this much was the beginning to my discussion with you. I want to restrict my topic. The taqwa, the self-consciousness, which is the purpose of worshipping acts, it has different aspects as well. Once, you know, we have a verse of Quran, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. The eye, the sam'a, the ears, and fu'ad, the heart, kullu ula'ika, about all of them, Allah subhanahu wa ta'ala will put you under account one day. These are the things that we live with, we live them, we live with them, and we need to practice taqwa with them. And among them, I have chosen the piety of heart to discuss tonight, and I hope it will be beneficial for all of us, inshallah. About the prayer, Allah subhanahu wa ta'ala, in the verse of Quran that I recited at the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuha alladhina amanu, O you who have faith, O you who have believed, do not approach prayer while you are intoxicated, while you are drunken. Why is that? Why Allah subhanahu wa ta'ala wanted, and you know, there were levels and steps for prohibition of alcohol at the beginning of Islam. From the very beginning, Allah subhanahu wa ta'ala didn't prohibit drinking alcohol from the very beginning. He started with this verse. Okay, do not get near to prayer while you are drunken. While you are intoxicated, don't get near to the prayer. Don't even get near to the prayer, rather than even praying. Why is that? It's because حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ, so that you know, you perceive, you understand, you mean what you are uttering by your tongue. And what is the organ, body organ? What is the core for perceiving, understanding, and knowing? It is the heart. So we understand that in prayer,
The main purpose is that our heart should face Allah subhanahu wa ta'ala. Our heart should have humbleness, the way I recited from the other verse from Surah Baqarah, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Our heart must become khashi'. Our heart must become muttaqi. All of you have heard this verse several times. I want to repeat it, which is very relevant to my topic. Allah subhanahu wa ta'ala in honoring, about the honoring the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Hajj verse 32 says, ذَلَكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Those who honor the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala, it's because of the piety of their hearts. The piety of the heart can make the ears pious. The piety of the heart can make the eyes pious. If the heart is not pious, if the heart is sinful, then the other actions will become sinful as well. If the heart is lustful, then the rest of the body organs, the eyes will be lustful. The ears, they want to listen to lustful music, to wrong music all the time. Why is that? It's because the heart is not pious yet. It's because the source of all actions is not pure yet. It's because the source of all action is intoxicated, my dear brothers and sisters. This is the main message I want to deliver to you tonight, to you and to myself before all of you, that let us see if our hearts are intoxicated or not. If our hearts are healthy, the way Allah subhanahu wa ta'ala in Quran says, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, those that day in the day of judgment, everyone will be in difficulty except for those who approach their Lord Allah subhanahu wa ta'ala by a healthy heart. My message is, the message of tonight's lecture is for all of us, before all of you, myself, that fasting is there to purify our hearts, to make it muttaqi. Fasting, the purpose of fasting, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, starts from the heart. لَعَلَّكُمْ لَعَلَّ قُلُوبَكُمْ يَتَّقِي تَتَّقِي. The purpose of the fasting is that first our hearts must be muttaqi, must be away from the sins. Let me read the hadith that I recited at the beginning from the holy existence of Amirul Mu'mineen alayhi salam, in which Amirul Mu'mineen alayhi salam mentions one sickness with different reasons. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه قال ينبغي للعاقل, for the intellectuals it is deserved, أن يحترس من سكر, to stay away from the drunkenness, intoxication of the heart. Which intoxication? سكر المال وسكر القدرة وسكر العلم وسكر المدح وسكر الشباب. There are five intoxications for the heart, which makes the heart to be away from the taqwa that I just mentioned. There are five types of intoxication according to Amir al-Mu'mineen in this hadith. سكر المال, the intoxication of the wealth. Our wealth intoxicates our hearts. Why did Qarun say
in response to Hazrat Musa alayhi salam, قال إنما أوتيته على علم عندي. He had both two types of intoxication of heart. The first one that I just mentioned for mal, and the third one in this hadith, which is about علم. Qarun said, I have reached this wealth when Hazrat Musa alayhi salam wanted him to pay for Islamic, for religious taxes of that time, to pay sadaqat. He said, no, I'm not going to pay this. Why? إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي. I achieved this wealth by my own knowledge. Nobody gave this knowledge to me. I gained this knowledge myself, and by this knowledge, I could achieve this wealth. I am the owner, I will not give it to you. In another verse, it is mentioned, Qarun says, okay, if your Lord is so powerful, okay, ask your Lord to give them whatever people, the poor people want. This is sukrul mal. Qarun had this intoxication in a very, or maybe in the highest level, and we may have lower levels of this. After seeing some money in our bank accounts, we may feel we are something. This is not only about Qarun. The story of Qarun is mentioned there so that we look at ourselves. If I have some money in my bank account, how do I look at it? Do I see all of that for myself, or do I see like Allah subhanahu wa ta'ala has given something to me to test me? And here let me also mention that one of the ways we are tested is that if we cooperate, if we contribute, one of the great a'mal in the month of Ramadan is to feed iftar to the fasting people. One of the ways is that if do we contribute for giving iftar for people or not? This is one way we should see that we are tested by our wealth, by the money we see in our bank account. And there are several ways to do it. Islamic Center of England also is doing this in the holy month of Ramadan. We are serving every night more than 600-700, in some nights up to 1,000 people in the holy month of Ramadan. You can contribute, you can make contributions for giving iftar as well. So this is the first and the third intoxications. وَسُكْرِ الْقُدْرَةِ, the intoxication of the power. Sometimes we have been given a title. In our workplace, we have a title, boss or deputy of something. These titles can intoxicate us easily. Qudra, to have a title, to have power, to say, okay, you do this, you don't do that. To have power over other people can intoxicate us. This is another way our hearts are tested, whether it is sound, our heart is sound, healthy, بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. You have a healthy heart, or our heart is intoxicated. وَسُكْرِ الشَّبَابِ, I can see some youngsters in our gathering tonight as well. سُكْرِ الشَّبَابِ, the intoxication of the youth. وَأَبْلَيْتُ شَبَابِي, continue, help me. فِي سَكْرَةِ التَّبَاعُدِ مِنْكِ. What do you say to your Lord in Munajat al-Sha'baniya? Oh Allah, I destroyed my youth, وَأَبْلَيْتُ شَبَابِي فِي سَكْرَةِ التَّبَاعُدِ مِنْكِ, in the intoxication and drunkenness of being far away from you. Shabab, being powerful,
Having muscles, strong muscles, being able to do things more powerful than our parents, more powerful than our siblings, makes us think we are something. وَسَكْرَةِ الشَّبَابِ وَأَبْلَيْتُ شَبَابِي فِي سَكْرَةِ التَّبَاعُدِ مِنْكِ وَسُكْرِ الشَّبَابِ here. Let me mention a true story from one of the companions of the Holy Prophet of Islam. It's not only these intoxications that can make our heart go astray. It's not only sakr or sukr or intoxication. There are also other heart diseases, other heart problems that our hearts may have, and in the holy month of Ramadan, we should recognize those problems for our hearts and make our hearts pious. Inshallah, in few minutes, I will try to conclude with how we should do this in the holy month of Ramadan. One of the companions of the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Anas says, once we were sitting in the presence of the Holy Prophet, and he said, after a while you will see a person who will enter from this door, who is one of the people of heaven. Definitely he is a person from heaven. We were sitting and we saw Abdullah ibn, and we saw a person entered his gathering, and his beard was still wet from the wudu, and he had his sandals in the other hand. He came inside, and this man was from Ansar. He was not from Muhajirin. He was from people of Medina. His name is not mentioned. The second day, again, we were sitting and the same thing happened. And we saw the same person from Ansar. He entered the gathering of the Holy Prophet. The third day, the same thing happened. The same person entered. When previously his presence was given the news of by the Holy Prophet of Islam. After the third session, Abdullah ibn Amr ibn As, he says, I decided to go and discover the reason why the Holy Prophet of Islam considered him a man from heaven. I was thinking, if I go to his house, if I find him in his solitude, when he is away from other people, when he is alone, he should have something very special doing at home. Abdullah says, I went to this man from Ansar, and I told him something. It was not lie, but it was not very serious. I used that as an excuse to enter his house. I told him, look, I have a problem with my father. I have a dispute. There is a dispute between me and my father, and I don't want to go home for 3 days. Can I come and stay with you in your home? This man from Ansar said yes. Without any pause, he said, yes, please, it's your home. Please come. He was from Ansar. Obviously, he should have been hospitable like this. This person, Abdullah ibn Amr ibn As, says, I went and I stayed with him for 3 days and nights. And I didn't see him doing any special thing, praying all the time, fasting all the days. No, he was a very normal person. He just woke up in the morning and he said his wajib morning prayer, and he was just committed to his wajibat, nothing else. At the end, he says, I went to this, when I wanted to say goodbye, فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتُ غَيْرَ أَنِّي
لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله. At the end, when I wanted to say goodbye, I went to him, I said, look, the problem between me and my father was not that serious. I just heard this from the Holy Prophet before you entering our gathering. I just heard this from the Prophet and I wanted to see what is special in you that you have been given such a place in heaven. He said, there is nothing special. إلا ما رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا. The only thing is, I have never found any grudge, any hatred from any Muslim in my heart or any jealousy in my heart for what Allah subhanahu wa ta'ala has given to him. This is the only thing. I'm very self-conscious about my heart. I'm very careful about my heart so that there is no grudge, no hatred, no jealousy in my heart to any believer. This is the only reason why the Prophet gave me that position in heaven. Allah subhanahu wa ta'ala gave me that position in heaven. And the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, gave the news about that. This is the reason. Dear brothers and sisters, our hearts is like a runway, landing runway or landing strip. You know, when the airplane wants to land, you know, the road which the airplane uses for landing, it's called runway landing or landing strip. Our hearts is like that. And the blessings of the month of Ramadan is like that airplane, which is trying to come down slowly and slowly then to land on our hearts. The grudges, the drunkenness, the jealousy, these are like obstacles on this runway that will not allow the airplane to land on our heart. The blessings of the month of Ramadan, there is a poem in Farsi saying, Baran, که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. About the rain, which nobody has any dispute about its goodness, even the rain does not create good plants everywhere. In a fertilized land, you see fruitful trees because of the rain. But in the desert, you see useless plants that nobody can use them. The blessings of the month of Ramadan, Quran is like that. Quran, Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, he says himself, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا Tell me, خَسَارَ Quran, which is the shifa for the hearts. And now I am giving you the conclusion, the first conclusion. We need to use Quran. For purifying our hearts, we need to use Quran. Quran, which is shifa for the heart, Quran, which should be used, cannot benefit the hearts while the hearts have such diseases, such problems. And we will see how we can remove such obstacles from the landing runway of our hearts. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. And I hope in the rest of tonight's program, everyone would benefit from the moments of tonight's program. For it is okay
While listening, you can recite salawat. We can, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ajjal faraja. While listening, and you can count it, or without counting, you can do. Or reciting La ilaha illallah is one of the a'mal of the mu'min. 100 times every mu'min should recite 100 times La ilaha illallah. And you don't need to move your lips too much. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Very easy. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Again, other than Quran itself, which has described himself to be dhikrullah, other than Surah Jum'ah, in Surah Jum'ah, Friday prayer is also known to be dhikrullah. Other than these two, we have also adhkar like salawat that I just said. Dear brothers and sisters, the videos of Ayatollah al-Uzma Bahjat are available on YouTube in Farsi. For different problems, when people used to go him, asking him for a solution, Ayatollah al-Uzma Bahjat used to say, recite abundantly, recite salawat abundantly by the intention of solving this problem. Someone said, my problem is that, for example, I can't find a good spouse for my daughter. Someone said, I can't have presence of mind in the prayer. Someone said, I have several other problems. Ayatollah al-Uzma Bahjat, for the hastening in the return of the Imam of our time, please recite a salawat. He used to advise this zikr to the believers for the solution in their problem. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, by the dhikrullah, by the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, the hearts will find the tranquility. If Allah subhanahu wa ta'ala in Quran says, oh Prophet, I have revealed Quran to your heart. Again, Allah subhanahu wa ta'ala in another surah, when the believers were in fight with another, with their enemies, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. Again, the tranquility of Allah subhanahu wa ta'ala should come and land and descend where? On our hearts. This is where we need to focus on before other body organs, before thinking about taqwa for other purposes and in other aspects of our life, so that our life will become Quranic, based on Quran. Here I terminate my speech in English and I start my Farsi lecture by a salawat to Muhammad and Ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه
ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنها آثم قلبه. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه قال: صوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم وخلوب القلب من جميع أسباب الشر. تأجيل در فرج آقا امام زمان صلوات محبت بفرمایید. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان به خاطر از فارسی زبانان عزیز که در جلسه حاضر هستند، به دلیل طولانی شدن بخش انگلیسی دیالا به هر حال بحث یه مقدار سنگین بود، نشد جمعش کنیم در کمتر از نیم ساعت. در این 10 دقیقه‌ای که تا اذان مغرب باقی مانده، اولا تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو و از خداوند منان شاکرم به دلیل توفیقی که به همه ما عنایت فرمود، علی رغم بیماری های مختلف، علی رغم بلایایی که وجود داشته و از سال پیش تا امسال افراد مختلفی رو در دوستان و آشنایان و اقواممون از دست دادیم، خداوند به ما این توفیق رو عنایت فرمود تا یک بار دیگه یک ماه رمضان دیگر رو درک بکنیم. خداوند منان رو شاکرم. اما سبک زندگی قرآنی موضوع بحث ما در 7 روز پیش روست. قرآن زندگی رو برای انسان به نحوی مقدر فرموده که با عبادات اون زندگی رنگ الهی پیدا بکنه. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. خداوند با نماز، با روزه، با حج، با عبادات، با قرائت قرآن به زندگی انسان رنگ الهی میبخشه. اگر نماز نبود، اگر روزه نبود، اگر حج نبود، اگر زیارت عتبات عالیات نبود، زندگی ما رنگ خدایی نداشت، رنگ اهل بیت نداشت، زندگی ما یک زندگی خالی از معنویت بود. اما هدف از همه این معنویات این هست که انسان این عبادات که معنویت به انسان میبخشن، هدفشون اول از همه و به ذات این هستش که قلب انسان رو متوجه خداوند بکنه. قبل از اینکه چشم انسان الهی بشه، قبل از اینکه گوش انسان الهی بشه، باید قلب انسان الهی بشه تا سایر اعضا و جوارح انسان در خدمت خداوند قرار بگیره. این هستش که امیر مؤمنان علی علیه السلام در حدیثی در قررالحکم می فرمایند: صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن. روزه قلب از روزه زبان خیلی مهمتره و خیلی بهتره و روزه زبان از روزه شکم خیلی مهمتره. روزه زبان، منظور از روزه زبان و روزه شکم، روزه ایست که انسان با زبان از محارمی میگیرد، از محرماتی میگیرد که انجام اونها توسط خداوند ممنوع اعلام شده. و این روزه از روزه شکم که در طول حدود 17 ساعت، 18 ساعت، 19 ساعت بیشتر یا کمتر ما این شکم خودمون رو از خوردن و آشامیدن دور نگه می‌داریم، تقوای شکم رو رعایت می‌کنیم، تقوای زبان از تقوای شکم خیلی مهم‌تره و تقوای قلب از تقوای زبان هم مهم‌تره. و اینها یک سلسله مراتبی هم دارن، یعنی انسان اول باید قلبش متقی باشه تا زبانش متقی باشه، و بعد باید زبانش متقی باشه تا این تقوای شکم او رو به مقامات بالا برسونه. بله، همین تقوای شکم، همین مواظب بودن و نگه داشتن شکم از غذا و از نوشیدنی ها، همین باعث نجات ما از آتش جهنمه، در این شکی نیست.
ما با روزه حداقل چیزی که به دست میاریم در دنیا سلامتی است. سومو تسهو، روزه بگیرید سلامت باشید. در دنیا سلامتی به دست میاریم، در آخرت جنتون من النار به دست میاریم، سپری از آتش به دست میاریم. همین مقدار تقوا خیلی مهمه، دست کم نگیریم. اما هدف فقط این نیست. این که در حدیثی همین امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند چه بسیار روزگیر، چه بسیار صائم که هیچ بهره ای از روزش نمیبره بجز گرسنگی و تشنگی، منظور همینه. گرسنگی و تشنگی البته بهره داره، البته انسان رو از آتش جهنم دور نگه میداره، اما همین مقدار کافی نیست. ما آمده ایم تا به سرمنزل مقصود برسیم، به غیر از خود خداوند به هیچ چیز دیگه نباید راضی بشیم. قیمت ما خود خداونده و باید تا به خود خداوند نرسیدیم راضی نشیم و دست از تلاش بر نداریم. من در بخش انگلیسی عرض کردم ما مشکلاتی داریم، قلب ما دچار مشکلاتی هست. یکیش اینه که خداوند در قرآن میفرماید لاهیتن قلوبهم، این اهل جهنم اینها قلبهاشون لاهی است، لهو و لعب کار قلب اینهاست. فعل قلب اینها، اونچه که قلب این جهنمی ها در دنیا به اون مشغول بود غیر از لهو و لعب نبود. لاهیتن قلوبهم، قلبشون مشغول لهو بود، مشغول خداوند نبود. این روزه که خداوند در قرآن در سوره بقره میفرماید لعلکم تتقون، این که هدف از روزه تقوا بیان شده، اول از همه این هستش که این قلب متوجه خدا بشه. آیه قرآن رو در بخش انگلیسی تلاوت کردم، هدف از نماز چیه؟ حتی تعلموا ما تقولون، تا اینکه قلب شما توجه پیدا بکنه به آنچه که میگید. اگر نماز هدفش توجه قلب به خداونده، هدفش خشوع در محضر پروردگاره، روزه هم هدفش همینه. روزه هم آمده اول قلب ما رو متوجه خداوند کنه و اول از همه در ابتدای مهمانی خداوند باید مواظب باشیم، بررسی کنیم ببینیم آیا قلب ما متوجه خداوند هست یا نه. اگر قلب ما متوجه خداوند هست، بنابراین نوبت میرسه به تقوای چشم، نوبت میرسه به تقوای گوش، نوبت میرسه به تقوای سایر اعضای بدن که در بخش اول صحبتم به تعدادی از اونها اشاره کردم. باید توجه بکنیم، مال، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، که مال و فرزندان اینها زیبایی های حیات دنیان، و از اون طرف توجه داشته باشیم که این زیبایی ها انسان رو میتونن از مدار حق خارج کنن، میتونن در مدار حق قرار بدن. در آیه ای از آیات قرآن، 2 دقیقه از وقت من بیشتر باقی نمونده، باید سریع بحثم رو جمع کنم. در آیه ای از آیات قرآن خداوند همین مال و فرزند رو دشمن انسان معرفی میکنه. در آیه دیگری خداوند میفرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، همین مال و البنون زینت الحیات الدنیا، همینا رو با خودتون به مسجد ببرید، با فرزندانتون به مسجد برید، با مالتون به مسجد برید، با مشارکتتون مالی در اعمال خیر به مسجد برید، با مشارکت در افطاری دادن به مردم به مسجد برید. این هاست که انسان رو میتونه روی شاخصه هایی، روی اونها به عنوان شاخصه هایی برای سلامت قلبش انسان حساب باز بکنه. چه کنیم که وقت خیلی سریع میگذره و صحبت من تمام نشد. نتیجه بحثم رو در یک جمله عرض میکنم خدمت شما.
آمده ایم در ماه رمضان میهمان بهترین میزبان باشیم. میهمانی ما با قلب ماست و میزبانی او با قلب عالم بشریت امام زمان هست. تا قلب خودمون رو پاکیزه نکردیم، مهمان خوبی برای حضرتش نشدیم. عرض خودم رو خاتمه میدم: برای شفای بیماران، برای برآورده شدن حاجات، تعجیل در فرج آقا امام زمان و برای قبولی طاعات و عبادات و روزه هامون و روزه های مؤمنین و مؤمنات، یک صلوات هدیه می کنیم به محضر آقامون و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر حول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وأنصاره ومن شيعته ومن محبيه ومن المستشهدين بين يديه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد يا محمد الله أكبر الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد يا محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل شفاعته وارفع درجته حول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد يا محمد وعجل فرجه الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تسبيحات حضرت الزهراء صلوات الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت في ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار فيما تمل علي، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد يا آل محمد، سمع الله لمن حمده. اللهم سبحان ربي العلى وبحمده، اللهم صل على محمد يا آل محمد. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد يا آل محمد. الله أكبر، حول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، اللهم صل على محمد يا آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد يا آل محمد، سمع الله لمن حمده. الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل شفاعته وارفع درجته. حول الله الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. حول الله الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسر كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات الله.